تعز المحافظة التي لطالما ظل أبناؤها ينشدون الدولة ويقدمون التضحيات في سبيل استعادتها من الجماعات الانقلابية، بات واقعها يحكي أكثر الفصول مأساوية من أي وقت مضى. الوفد الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري الذي زار تعز لأول مرة منذ اندلاع الحرب وبرفقته عدد من المسؤولين، لم تجد فيه المدينة بصيص أمل أبعد من إطلاق التطمينات والحدوث عن الوعود المنتظرة. وصول هذا الوفد الحكومي بهذا المستوى الكبير لأول مرة منذ عامين ونصف من الحصار على هذه المدينة والقتل لهذه المدينة، سيصل هنا أخواننا من البنك المركزي في عدن لافتتاح البنك المركزي في عدن في تعز، وهذه خطوة كبيرة نحو ضبط إيرادات محافظة تعز. تبدو الزيارة الرسمية خارج سياق توقعات المواطنين، فالجولة التي نفذها الوفد للمكاتب الخدمية بالإضافة إلى اللقاءات المتعددة لمدرائها هدفت إلى تفعيلها، لكنها حتى اللحظة لم تجد أي فاعلية على أرض الواقع. نطالب الوفد الحكومي الزائر لمدينة تعز بسرعة تفعيل مؤسسات الدولة في ظل هذه المرحلة لخدمة المواطنين. نرجو من الوفد الذي أتى من العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري بتفعيل مؤسسات الدولة في محافظة تعز وتنمية المؤسسات الاقتصادية في محافظة تعز، ونرجو منه أيضا مناقشة ملف الشهداء والجرحى في هذه المحافظة. يرى كثيرون أن هذه الخطوات في الاتجاه الصحيح، إذ تعد بمثابة إعلان حضور للدولة المتمثلة بالحكومة الشرعية، خصوصا أنها تأتي لواحدة من المحافظات المشتعلة كما تجسد الخطوات الأولى لدور النظام الشرعي ليبقى تطبيق الوعود المرحلة الأبرز في هذه المحطة، خصوصا بعد إعلان نائب رئيس الوزراء عن افتتاح فرع البنك المركزي في المحافظة خلال أسبوعين. وعود كثيرة حملتها زيارة الوفد الحكومي إلى تعز، وهو ما يترك تساؤلات عدة، أهمها هل ستجد هذه الزيارة طريقها نحو التنفيذ أم أنها ستذهب أدراج الرياح؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.